يا مرحبا بكم مشاهدينا وكل متابعينا. حلقة أكيد جديدة اليوم، وأكلات وطبخات رح تكون متنوعة. بالبداية اليوم طبعا محبوب الجماهير، محبوب الجميع، اليوم رح يكون في عندنا أكيد النودلز. النودلز رح نسوي بالخضار بطريقة أكيد حلوة وبسيطة وأيضا سهلة وسريعة وأيضا صحية. المهم أن تكون صحية، لذلك ركزت شوية على الصحية. يعني طبعا أكيد النودلز هنا المشكلة بيه أنه هذا النودلز يكون بهذا الشكل. المشاكل اللي بيه، الأشياء اللي بيه، يعني مو هو كنوع، هو نوع من أنواع الباستا. شلون عندنا المكرونة العادية، طبعا أكيد هنا اللي عنده مشاكل مع القمح ممكن ما يأكله، يعني اللي عنده مشاكل مثلا مع القمح ممكن ما ناكل النودلز. لكن اللي ما عنده أي مشاكل فعادي، حالة حالة الصمون، حالة حالة الخبز، حالة حال مثل ما قلنا المكرونة بسرعة. المشكلة وين بالنودلز؟ المشكلة بالمواد اللي تكون موجودة بالنودلز، اللي هي منكهات أو مطيبات. طبعا أكيد هذا الصوص أو غيره يكون بنكهة، هذه النكهة اللي هي ممكن تسبب بمواد مسرطنة أو بها مواد مسرطنة مستقبلا ممكن تبين عندكم. طبعا أكيد هنا فالنودلز ما عليه شيء، يعني ممكن عادي وجبة صحية لأطفالك ما بيها أي شيء، لكن شلون تشتغلها بصورة صحية؟ شوفوا هنا المكونات. خضار أكيد 100% أقدر أسويه بالدجاج وأقدر أسويه باللحم عادي. يعني خضار مثل ما تشوفوا هنا راح يكون في عندنا الفطر، راح يكون في عندنا الفلفل، فلفل رومي أكيد، صلصة مهمة جدا. هذا الصوص راح يكون متكونة من مكونات تكون متوفرة أكيد. هنا تشوفون أكو في عندي ثلاث أنواع من الصوص، وهي اللي ممكن أنا أستخدمها كبديلة، يعني اللي هي بديلة النودلز، يعني بديلة الصلصات اللي تجي ويا النودلز. المطيبات ممكن أنه أستخدم هنا بهارات تكون فريش، تمام؟ فعادي جدا هذه المكونات هي اللي راح تعطيني طعم وتعطيني نكهة كلش طيبة وكلش لذيذة إلها. وأكيد هنا طريقة الطبخ مالته، طريقة راح أشتغلها مثل الباستا، مثل المكرونة، لأنه أضيف مي، أضيف زيت، تمام؟ زيت الزيتون، وبعدين أتركه لحد ما يفور المي، أكيد مع الملح، يلا بعدين أخلي النودلز. يعني شغلتها بسيطة، تمام؟ فراح أبلش هنا أضيف هذه المي، أخلي زيت الزيتون، زين عيني، بعدين أجي على الخضار، أداريها الخضار، أداريها عيوني، إيش الخضار؟ اليوم أنت هاي الوصفة أكيد ما عجبتك، والله مبين. لكن اليوم راح اخليك تاكل جيمي، راح اخليك تاكل نودلز بحياتك كلها من ماكل عنده، تمام؟ انا راح ابلش اخلي له شويه الملح مثل ما قلنا، واتركه لحد الغليان. نجي هنا على شنو؟ على الخضروات اللي راح استخدمها. ما ادري انا صاير انسى، والله ما اعرف، دائما اخلي الطاوله لحد ما تصير شنو؟ جمره. ناخذها على صفحه. هنا عندي زنجبيل، بس ما موجود هنا، ما خاله بالوصفه، بس خاله اكيد مع البروكلي، فراح استخدم الزنجبيل شويه وشويه ثوم، مهمين هذول يعطونا طعم ويعطونا نكهه كلش طيبه. اكيد راح اخلطهم مع الصوص. الصوص هذا مهم، مثل ما ذكرت هيوزن صوص، صويا صوص، وواشستر صوص، تمام؟ هاي اول شيء نخلي الواشستر، بعدين اخلي شويه من الهيوزن صوص، تمام؟ واخلي طبعا اكيد الصويا والواشستر، وكل هذه الصلصات هي مهمة جدا. حتى شنو؟ حتى أنا ما أضيف السوالف اللي تكون موجودة بالنودلز، تمام؟ بعد أكيد بهاراتي الخاصة، وسبيسيال يا عيني، بهارات سبيسيال، أحلى بهارات. طبعا أرقام الهواتف راح تكون موجودة أسفل الشاشة، اللي عنده وصفة عنده طبخة ممكن أعطيه المقادير وأيضا طريقة التحضير. راح نجي هنا نخلي مثل ما ذكرنا، ممكن نضيف شوية ليمون، شوية زنجبيل، شوية ثوم، راح تكون أكيد على حسب الرغبة. وبلش أخلط الصلصة. هذه الصلصة مهمة جدا مشاهدينا، يعني أنا ما ذاكر بالمقادير، هويزن صوص خاشوقة، واشستر صوص خاشوقة، وصويا صوص هم خاشوقة، يصير عندك هذه الصلصة. هذه الصلصة خرافية. زين هسه راح نجي نبلش أضيف، أرجعها عيني على النار، ما أنساك هالمرة، ما أنساك. أضيف زيت الزيتون، كمية لا بأس بها، الله. أرجع مرة ثانية، راح يكون في عندي جروب كامل من الخضار، كل ما داريت لي إياها خضار، كل ما دارتك خضار. أدري نودلز بس غير نسوي صحي يا عيني، يا قلبي، يا أغاتي. قطعهم بهذا الشكل، طبعاً أكيد ألوانك طبعاً أكيد طبعاً لازم، طبعاً هذه الأشياء إذا سويتوها لأطفالكم هم معناتها تصير صحية أكثر، تمام؟ المي اللي راح اشتغل بياني هو ايضا يكون مهم. حلو، هاي بلش اقطعهم بهذا الشكل. يا سلام على الوانك،
احترقت الطاولة وبعدها خد تحترق. ناخذ اول اتصال هاتفي. الو مرحبا، شلون الصحة؟ يا اهلا وسهلا، شلونك عيني شيف خلدون؟ يا اهلا وسهلا، هلا بالغالي، هلا عيني حبيب قلبي، هاني خالتك من الفلوجة ام فراس. يا اهلا وسهلا ام فراس، تحياتنا لك يا الغالي، عيوني انت حبيب قلبي. الله يحفظك، الله يخليك، والله الحمد لله، الله يحفظك، منور اليوم، منور الشاشة. شكرا شكرا، نورك يا قلبي، نورك نورك، الله يحفظك، الله يخليك حبيبي. عمريني امي، عمريني. اسالك سؤال، وليدي عيني، وليدي اسوي الكباب يوغا. اي هاي سهلة امي، سهلة سهله، يا سهله خسرت كيلو ولا سهل. وسهله سهله، حطيش طريقه ما يوقع ابد. شلون؟ اول شيء تعجنيه كل زين، شلون كانه ما تعجنين العجينه مالت الخبز، ينعجن كلش زين، حتى شنو، حتى يتسبك يعني، حتى يتداخل، تمام. بعد هنا تحضيه في البراد، تخليه بالبراد لمده تقريبا نص ساعه. وراح اخليه للبصل؟ اي ممكن انت اثناء الثرم تخلين بصل، اثناء الثرم بالمثرامه، مو خليت اللحم، خلي البصل وياه، خلي صمونه وياه، صمونه بتنقع بمي ترميها وياه، ما عليه شيء بعد، بلا يوقع، بس كلش مهم انه تعجنيه زين، شلون كانه ما تعجنين مال خبز. يا شويه صمونه؟ اي صمونه وحده، صمونه وحده؟ اي مع الكيلو، اي ما عليه شيء؟ ما عليه شيء ابد، ما عليه شيء، بالعكس خليه لازم اكثر وبيعطيك نكهه كلش طيبه. الله يحفظك، الله يخليك، الله يحفظك. تامريني امر، تامريني امر امي. اللعبه بالكباب لعبه العجن، مهم جدا انه يعجن، والبعض البعض يخليه هو نفسه بالبراد ويرجع بعدين يشيشه، بعد ما يشيشه هم شويه يخليه بالبراد، يلزم الشيش عندكم وراه يصير فل فل فل، لوز اللوز اللوز، الوانك يا خلدون، الوانك الوانك يا عيني الوانك. ايش خلينا يا هذا يا باش، خلينا الفطر تشوفون التشكيلة مالت الخضار، هو هذا الهدف، هذا الحلو بتشكيلة الخضار. لا تقول لي ما عندنا فطر، ما ادري شنو، هذا موجود الفطر موجود. لا تقول لي اولادنا ما يحبون هذه الخضروات، لا يحبوها يحبوها، لانه اصلا راح تنحمس كلها حمسه كامله، بعد ما تنحمس حمسه كامله هنا راح تخلي لها المي مالت هذا شو اسمه مع الصوص، صدقني يروح يضيع مع النودلز، مي النودلز. جيمي راح اكلك اليوم نودلز الا خرافي، اليوم نتحدى احنا النودلز، هذا واحد، هذا الثاني، باي 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 باي. هو وحبش كلاته. اللعبه وين اللعبه هنا اللعبه بالصوص، بالسلسه، بالسبيسيال. الله، طبعا اكيد ان انا هذه ثخينه اخففها، نمشي نخفف ماي النودلز، خليت ملح هنا، ما خليت ملح، خلي لها ملح، تمام. اللي يحب يخلي روبيان عادي، اسماك بحريه، سوالف بحريه، طلع خرافي. يلا نعطيكم بعد درس لاخ حلو جميل، تقدر تقطع دجاج هنا ناعم التبله، خاصه اذا سويته كريسبي مقرمش، شلون نفسه نخليه مع الريزو وتخلي مع القطع هنا مع النودلز، ايضا يطلع خرافي ويخبل. نجي هنا الى قطع اللحم، شلون مال حميسه، ها عيني نحمسها وياها وتعال الا يخبل، هم الا يخبل هنا. بعد ما اشوف الحبشكلات الجميلة ناخذ صالات في المرحبا. الو مساء الخير شيف. مساء النور عيوني، انت شلونك شيف؟ انا الحمد لله، الله يحفظك، الله يخليك. يا اهلا وسهلا، هلا عيوني. متى تسمح لي يوم منور بالفستق يا ربي يحفظك. شكرا جزيلا، من ذوقك يا غالي، من ذوقك. عن عصير الكرز، عندي ايه؟ كرز ابي اسويه عصير. ايه؟ تعرف الكرز بنواه، واذا اخليه بالخلاط يمكن تتكسر الهاتف اطل. يصير الكرز افوره بمي متوه من عند القيمه الغذائيه وبعدين اخلصه من النواه، لو لا؟ لو شلون؟ اعطيني فكره. قاشوقه. اه. موجوده بالسوق، يعني ما افوره، يعني ما افوره بالمي. لا 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 تفوري بالمي، هاي ما قلت انكت القيمه الغذائيه. اي شويه سحب بالتفليس. شوف اذا انت فورتي بالمي بتستخدمين المي مالته، ما تستخدمين نفس المي. اي شكرا جزيلا، دلل عمر، دلل لك يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. هذا لازم نص النار عليها، لانه بين ما يصير عندي المي مالت النودلز، المي النودلز صار عندي تقريبا بعد النودلز، انا احبه كلش، انه 5 دقائق الى 8 دقائق
يصير عندكم تمام تمام. ما سالف لك الريحه شلون صارت هسه. هسه اكو ريحه الا خرافيه. حاشتي لك حمص اليوم انا اقدر اتنقل براحتي. رحم الله والديك. الله اخلي المي ما شنو؟ اخلي مي النودلز. تمام؟ خلي مي النودلز على الصوص هذا، هسه انا غير اخلي نانا حتى هم نانا ويلي علي خلدون ويلي. خلي نانا هم نانا خففه. وكله مي مي هذا حيقول لي نشويات مدري ايش، طبعا نشويات اذا انت تريد نشويات حبيبي لا تاكلها. بس هو يقول لي انه يسوي مواد مسرطنه ما ادري شنو، ليش يسوي سرطانات؟ ما يسوي سرطانات. المكونات اللي بيه هي اللي تسوي سرطانات. بس احنا خلينا خضار بس ها؟ وابتعدنا عن الحبشكلات اللي موجوده بداخل الكيس. تمام؟ اجي هنا أنا ابلش. طبعا اكيد هذا الصلصه هي المطلوبه جدا بهذه الوصفه، انه هذا الصوص. بعدها راح ابلش هنا أنا ازيد النار عليه. طبعا قلت له جيب لي سمسم. ويلي عليك. جيب لي سمسم. ابني جيب لي سمسم. بعد اقوله؟ بعدها هنا انا راح ابلش اخلط المكونات كلها مع بعض البعض. عندك الصوص عندك جاهز، هذا كان انتظر شوي لحد ما ينشف المي مالته حتى يكون مستوي على الكامل، وراها نضيف هذا على هذا ونتركه لحد نهايه الحلقه، وبعدين قبل نهايه الحلقه نصبه. نصبه طبعا اكيد بالصوص مالته، فانا خليني اتاكد بس شوي من الطعم مالته هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلش طيب، ما يحتاج اي شيء. كل شيء ما يحتاج له. النودلز بس انا اقول لكم راح اخلي له شويه بهارات سبيسيال بهذا الشكل، واخلي له ارجع مره ثانيه اخلي له زيت الزيتون حتى شنو؟ حتى يبقى طري وخفيف. بعدها يصير عندك جاهز، لا يصير يخبل مو جاهز. وراها نفس الموضوع اخلطه شويه. يا سلام يا سلام. بعدها هنا المرحله الاخيره بسم الله. نخلي الصوص كله هنا واتركه على النار لمده تقريبا يعني خلينا نقول شكرا حبيبي شكرا ممنون شويه. يعني راح اجي اخذ السمسم شويه احمصه واخليه وياه. اليوم هو لعبته بهارات فخليها بهارات اليوم، شعل لها بهارات. هذا ايش قد ما اخلي من عدا ما اشيل الهم. ليش؟ هذه البهارات هي بهارات عباره عن خضار، خضار مخلوطه مع بعض. جيت لك اني ها هنا أنا راح ابلش اخلطه. اخر خلطه هنا أنا. اخر شيء اضيف له شنو؟ اضيف له الحبشكلات هذه اللي هو السمسم. شويه احمص السمسم، اتبله شويه تتبيله حلوه خفيفه. يا سلام. يلا نجي نسوي البروكلي اليوم ايضا بطريقه حلوه وخفيفه وبسيطه. البروكلي يا عيني البروكلي. شوي خليني اتحمص السمسم. شلون سمسم؟ الا خرافي السمسم. الله على السمسم الله. الله على السمسم الله. طبعا حمصوا السمسم شويه. نكهه زيت الزيتون والبهارات راح تكون موجوده بالسمسم. النار اريدها كلش عاليه. بعدها تعال. ما تلاحق طبعا ما تلاحق. خلاص خلاص جيمي خلاص. هسه جيمي بعد ما شفت العمليه هذه شنو رايك بالنودلز اليوم؟ السهل البسيط والاهم من هذا كله شو يكون؟ صحي. الله 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 الله. يريد يخلي له كازو، حضر لي عود القرنش مالته. القرنش مالته كازو. القرنش مالته شنو؟ كازو. يلا هذا تركه على نار هادئه بعد وتركه على هداوه على هداوه. نجي هنا للبروكلي. البروكلي سهل بسيط سريع. مقاديره راح تكون خرافيه طبعا اكيد. شغلتين اثنين لا تنسون اهم شغله بي البارميزان اللي راح يكون موجود هنا. لعبته لعبه البارميزان اللي راح يكون. قرمش لي اياه، اريد يكون مقرمش. وارمشني يا عيني ارمشني ارمشني اغاتي ارمشني ترى رم 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 رم. امشي النظافه اهم شيء النظافه، فول نظافه.
ارتاح نفسيا. اليوم الحلقه برعايه زيت الزيتون، ما راح نبتعد عنه ولا راح نروح لاي مكان لا منا ولا منا. طريقه القلي زيت الزيتون طبعا اكيد القلي مالت البروكلي طبعا اكيد راح يكون اختياري وحسب الرغبه زين. وايضا شكل البروكلي ايضا راح يكون ناعم وجميل. طبعا اكيد هنا مثل ما اشوف البروكلي هنا راح ابلش قبلها هنا راح اجي اسوي الصوص مالته. بيضايه واحده اختياريه وحسب الرغبه. اخلي هنا حامض واجيب اخلي هنا شنو حب اشكالات وناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. حتى ما قصدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عيوني هلا. يا عيني يا عيني هذا كباب يعني اللي يسوونه بالمطاعم بس اجيب لك الشان. كباب شوي؟ اي كباب شوي. اي سهله؟ سهله؟ تامرين؟ يعني شلون؟ يعني شلون؟ اول شيء تجيبين التحتاني مالت الغنم، تعرفي التحتاني مالت الغنم؟ اللي هو هاي المنطقة. البطن. يعني نجيب؟ الكرش يعني مالت الكرش مالت الطلي. ما يصير هذا ايه. مال هوش هوش نخلي اسم هوش نخلي من الفخذ هوش او نخلي من صدر الهوش مع هذا التحتاني مال الغنم يعني ايه. يعني يعني اذا جبنا هنا مثلا على سبيل المثال اذا ردنا نسوي كيلو كيلو كامل كباب فنخلي من هذا التحتاني 750 غرام وربع يعني 250 غرام من الهوش ايه. تمام تضربيه بالمثرامة تخليه بالمثرامة وتخلين حبة كاملة بصل نص حبة طماطة بدون قشر ونص صمونة كاملة تكون بتنقعها بالمي بعد ما ينزل ترجعي مرة ثانية قاطعين اثنين تعجنيه كل زين ترشين الملح لا ترشين الملح بالبداية ترشين الملح وترجعين تدعكين بيه وتظلين تعجنيه لحد ما يصير عندك مثل عجينة نص ساعة بالبراد يطلع من البراد الشيء الشيء ترجعيه بالبراد لمدة تقريبا 10-15 دقيقة وروح شو ادعي لي برقبتي هاي مو هاي خلي تأذيني يعني ويصير يعني عادي وين شيء يسوي شنو يصير؟ يصير خرافة تدري مرة سويت ثاني والله العظيم سويت كباب من التنظيف مالت الضلع الضلوع مو ابيها تنظيف انظف الضلوع من الدهن والسوالف وخليته بالمثرامة قاطين اثنين وخليت اجنته كل زين شيشته وصار كباب الا يخبل الا يخبل الله يعافيك الله يعافيك انا مسوي حلقه بالكباب مسوي ولا ما مسوي؟ ما ادري اي مسوي هواي مسوي اكيد ناخذ اتصال هاتفي الو اسراء الو السلام عليكم وعليكم السلام يا اهلا وسهلا شلونك شيف؟ انا الحمد لله تمام الحمد لله شلونك شيف اليوم انا اشكرك والله اشكرك والله اشكرك على طبخة النودلز والله رحم الله والديك ايش عجب قلت له اشيدك على اكله النودلز والله هاي اطيب من السمك واطيب من اللحم اي والله اي والله هاي سريع هذا تالي الليل هذا تالي اليوم 12 اي والله اي امرين وهمات بالواحد من يجوا ياكلهم همات احسن اي والله اي والله حكيت الصح انت بالله العظيم امرين اشكرك شيف اشكرك شيف عندي سؤال همات اي قولي على التمن التمن ايه؟ الكبس ايه؟ يعني دائما لو ازود مي يصير معجن لو اقلل يصير التمن حب ايه مشكله هسه ايه والله وصفه سريعه ايه والله اهربي قبل ما يلزموك اهربي تامرين امر هسه طج وصفه خرافيه انا حسان اللي يلحقوني احس مسوي شيء ما اعرف يا يمه حتى تسوين هنا تمن كبسه ماكو احد هنا. تسوين التمن هنا اول شيء تحمسين التمن تخليه له مي زين اذا كوب كامل تمن كوب كامل مي لكن التمن لازم يتنقع. الكبس هنا لازم ينحمس بالبدايه يتنقع لمده تقريبا 10 دقائق ينغسل كل زين اول شيء نخلي ثلاث خواشيق من الدهن واخلي هنا الرز وبعدها اقلب الرز شويه ملح واضيف عليه هنا المي كوب وكوب. سهل بسيط سريع. يلا نرجع احنا نصيح ونعيط احنا يابا احنا ما عندنا شيء اكو احد ورانا اكو احد خاتل بالكاونتر ام يا ستار حموس شنو الدار يسرح مع على والديك يلا انا راح ابلش انا خليت هذه على النار فازيد النار عليها شويه حتى امورها تصير طيبه النودلز فول سعاده ما عليك شيء روح انا راح ابلش اقلب النودلز يا نودلز خلدون البروكلي هنا
اقلبه بشنو؟ اقلبه بهذه المكونات طبعا. انا ما اعرف من انا يمكن خليت ملح يمكن ما خليت ملح، ايضا لا ضير في القليل من الملح. زين، وهنا انا شو اسوي؟ هنا اقلبه هذا بالصوص. يعني مهم كلش هواي انه يتقلب شويه بالصوص. بعد ما يتقلب بالصوص هنا راح ابلش اسوي له هنا اغلفه بالطحين واقليه. نفس الطريقه نسويها بالقرنابيط ونسويها بالبروكلي. البروكلي لا مسلوق ولا شيء، فريش مثل ما هو. اذا سلكته مو مثل القرنابيط البروكلي، البروكلي يختلف عن القرنابيط، القرنابيط ممكن اسلقه واقليه عادي يصير، لكن البروكلي يضيع يعني بالحراره ينتهي نهائيا. فانصحكم بانه شو اسمه، انا احب دائما اطعم الدهن، ما اعرف هي هاي عاده بي. يعني انا اوكي قلت لكم لون زلزل، بس انا راح اخلي ايضا شويه من الدهن حتى يصير اكو طعم طيب للبروكلي. هاي السوالف المكس زبده ودهن وزيت زيتون مثلا، هذه السوالف تعطينا طعم وتعطينا نكهه كلش لذيذه. غلفوا لي اياها بهذا الشكل، نخليها على صفحه. الله الله، اليوم الاكل فول صحي، اليوم الاكل فول صحي. يا سلام يا سلام يا سلام، انت هم راد لك نتلبني. زين، شويه بين ما يكون عندك الدهن حار ساخن ابلش اخلي قطع البروكلي. البروكلي هذا يتغلف بالشسمه بالبيض والطحين ويرجع يتغلف ايضا بالطحين. طبعا اكيد الكميه اللي انا مسويها كميه يعني بسيطه، انا ممكن تزيدون عدد الكميه اذا حبيتوا، اذا زاد عندكم عدد المقادير. فهنا بس يكون عندك الدهن ساخن ابلش اقلي. الله، بسم الله، روح باي 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 بايز باي بايز. اليوم احس المطبخ الاسيوي موجود ويانا والله. وقليني عيني، قليني قليني يا غاتي قليني. طم 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 طم. جيب بعد سوي بعد سوي بعد، ما طول عندنا طحين سوي بعد. تحمل الجدر بعد فت قطعتين اثنين، من بين ما نضيف هنا القطعتين اكيد نطلع فاصل وراجعين مع الف عافيه. وعلى بروكلي المشوي وديني يا غاتي، على بروكلي المشوي وديني يا غاتي. ترن تن ترررررن. مو كلش هواي يتقلى، بس اسم ها صفيه من الدهن واخليه وين؟ اخليه بالصينيه بهذا الشكل. تمام تمام، هاي اخر واحده قلت لكم خليتها اقليها بعد. زين، هذه عادي صار خبلن حلوات طحين بيض حبشكلات بسيطه ترى كابتن متوفره في الاسواق. اجي اخلي هنا هذه هم، بس شنو يكون وجهها بهذا الشكل يعني ما تكون. تمام، شوفوا هذه هم، شوفوا شلون صارت تقبل. والله 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 تقبل والله. هم اخليها هيجي، وهاي اللي تورطت بيها خليتها اخر شيء. هسه راح اقعد انتظرك ثاني. طبعا لا ما انتظر، القطار السريع لا ينتظر احدا، لا تنتظرني. فان مدري شلون نزل، انزل بالقطار في البدايه، لان كلما ذهبت بعيدا قد زادت شلون تكلفه السفر. مدري شنو تطلعونا يا من الله، منحرجنا منحرجنا يا هذا. هسه شنو صار عندك بهذا الشكل؟ هسه شنو؟ نطفي النار على الزيت، هذا الزيت يتصفى. سمعتني ابني؟ هذا الزيت يتصفى طبعا. بعدها نجي على المرحلة المهمة جدا، شوية بهارات ضربة. أنا شو أحس باو؟ أحس إحساسي بالطبخة، شوية ضربة بهارات حلوة خفيفة على البروكلي. بعدين شو تسوي كابتن؟ تنزل بالبارميزان، مو موزريلا هذه، بارميزانو بارميجانو إيطاليانو بارميجانو. يا سلام سلم، وتروح تشويها وراح تاكلون بروكلي. لا والله بحياتكم ما ماكلين هيك بروكلي خبل. زين، حتى ما يجرع، انا واحد من الناس ما اجرع البروكلي، بس هيك راح اجرعه واكله. الله، بقي شوي للقرنشن، هذه تروح للفرن نشويها خمس دقائق عشر دقائق بالزايد، بس بين يتقسب عندك الجبن، بعدين تشيله وتصبها وتقدمها.
طبعا ما شفتوها ارجع مره ثانيه جوز ماكو. هذه تضيفون عليها انتم جبنه البارميزان، بعد ما تضيفون جبنه البارميزان نشويها بالفرن، تمام؟ اذا تصير عندك بها مرحلتين اثنين، قلي وش يصير عندك شوي، الشوي شويتها على مود انه بس يسيح وياها الجبن. يلا. يا سلام سلم على النودلز، يا سلام سلم. نار هادئه خالي، انا اقدر اصبها هسه جيمي والله، بس خالي نار هادئه حتى لا شكله يتغير بعدين بالهدا، وياخذ السنس ماله، الاحساس مالته، الحب والحنيه مالته. يلا نجي هنا، راح يكون عندك اليوم كيكه مالت شوفان وموز حليب. والعب يا عيني بالحليب. ناخذ البيضه الواحده بدون كتكوت، تمام؟ حلو حلو، مع الدهن، هذا دهن وياه، تمام؟ ليش ماكو شكر؟ انا اقول لك ليش ماكو شكر. ماكو شكر لانه بيها عسل. يا عسل يا عسل انت، يا عسل الله. خليني العسل، خليني العسل. بعد ما خلينا العسل، الله على جمال العسل، الله على جمال العسل. زين اكيد 100% 1000% 20000% لازم فانيلا، تخلي لي فانيلا، تمام؟ هنا خلينا شغله اليوم جديده بالكيكه اللي هي الراشي، تمام؟ لحد الان اني ما خلطتهم بعدني يعني، هسه نبلش اخلطهم. بسم الله بسم الله. شويه خلطه خفيفه مع الدهن، رويدا رويدا، قليلا قليلا من الحليب، كثيرا كثيرا من الحب والحنان. حلو 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 حلو. بعد ما خلطت هذه المكونات كلها مع بعض البعض، اخلي هنا الشوفان، الشوفان مطحون طحن. بعد ما خليت الشوفان اخلي البيكنج باودر واخلط المكونات كلها مع بعض البعض. الله، هاي كعكه للي 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 عنده مشاكل مع الطحين. فيكون عندك شنو؟ الشوفان بديله. جماعه الحديد يحبوه، عارف جماعه عند يسوي هاي السوالف، يحبون هاي السوالف، ما اعرف ليش شوفان، لانه يقول لك ها يبني عضلات يضخم. لعدنني الاوبر والهاي وين يروحن؟ يا سلام سلم، يا سلام. وهسه لازم شو نسوي هنا؟ نقطع الموز، ولازم شو نسوي؟ لازم نفس هذيك اكون نصفطها. انا طبعا اكيد مجهز لي وحده، تمام؟ يلا ناخذ صار هاتف. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني. انت شلونك؟ في شلون صحتك؟ انا الحمد لله الحمد لله. امريني. ما امر عليك بس سؤال، شو اختلاف جبنه البارميزان عن الموزاريلا؟ هذا شيء وهذا شيء ثاني. شلون انا مرات ما احصلها. شلون عندنا الاختلاف ما بين العرب والكيري والجرافت مثلا او التشيدر؟ هذا الاختلاف، اختلاف انه هذه الجبنه تسيح الموزاريلا، هذه مو تسيح كلش، تكون يابسه. اثنين البارميزان معتقه، يعني جبنه معتقه تقريبا تاخذ يعني فتره كلش هواي يعتقوها. هذه مع الباستات اكثر شيء، مع السباجيتي، مع المكرونات، يعني مع السيزر، سلطه السيزر. وهي اختياريه ترى، ممكن تخلين انت الموزاريلا يعني اذا غير متوفره. اي ما احصلها عليها. اي مو دائما تكون متوفره، وثانيا اصلا تكون غاليه يعني، فممكن عادي تخلين انت الموزاريلا. زين سؤال بعد شيء. ايه قولي امريني. ما عرفان الافوكادو، عندي افوكادو شو استخداماته؟ افوكادو تقدرين تسوي سلطات، تقدرين تسوي عصير، واحنا مسوين كل شوية سلطات بالافوكادو، ممكن تشوفوها. اي سلطات، مو يمي هاي يم الجواري. اي فسلطة او ممكن عصائر او حتى ممكن طبخات يعني صوصا. بعد روحي شيفنا اذا ممكن عنها وصفه الحلاوه السحريه، اذا ممكن
الشيخ سيد عفوا. اي سهلة سهلة. حلاوة الشعرية وصفتها ومقاديرها. نعم. اي تامر تامر حبيبي. تامر امر. احلى ما بيها الشعرية انه تسوي شيرة على جنب. شيرة. شكر ليمون. زين مي. وتخلي لها شوية هيل ما زهر ما ورد. تمام؟ بعد هنا شو تسوي؟ دهن خاشوقة دهن. نضيف الشعرية. نحمسها كل الزين. تمام؟ بعد ما احمسها كل الزين. اجي اخلي لها شيرة. واتركها تتهدر على راحته. وراها صار عندك فول سعادة. صبوا لي المزيج هذا كله على الموز هذا. الله. هنا تسكن العبرات. ارجع واقولكم على القطار. اذا فاتك القطار ارجع اشتري لك تيكت ثاني. وراها تروح للفرن. طبعا اكيد درجة حرارة الفرن راح تكون مشتغل اوريدي. الفرن درجة حرارة تكون معتدلة. اوزعها صحيح. واقولها باي بايز يا عيني باي بايز. باي بايز يا عيني باي بايز. لوحة فنية. رشاشة. الله 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 الله. باي باي يا عيني باي باي. نا راح نسوي هنا عصير الراحة والأمان. عصير الحب والوهان. عصير ممتع. شيق. جميل. وخفيف. صح لا مو صحيح؟ صح لا مو صحيح؟ إذا صحيح. طبعا اكيد العصير اليوم يحتوي على فوائد كثيره وعلى اشياء كثيره. مقاديره بعد الفاصل. طبعا الاطباق كلش سهله كلش بسيطه. الاطباق اليوم سهله التحضير ابدا ما تاخذ من عندك وقت حتى تكون. هنا الموز بلش لاجع شويه. الموز مع الاسف رجعت راجع الموز. هنا هذا صوص الموز. هذا مو موز صوص الموز. بس انت رشتها. خلي هذه هنا. احلى ما بيها هو الموز. شلون اعوفه؟ مستحيل اعوفه. وراك وراك. والله وراك وراك. شنو اعوفه؟ هلا 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 هلا. انا اعوفه للموز. انا داحكي عن نفسي هسه. يا عيون ليش داخل على نفسك يا قلبي؟ يمي انا يمي. لا تهتم. لا تهتم. انت بس سولف لي على القطار. اموره زين القطار؟ عبر القطار لا ما عبر القطار. هاي المفروض حماص ما ذكرتنا بالقطار. شنو الموضوع؟ اريد شنو ايكو. ها ايكو ايكو. ايه او لازم ضروري. ايه ضروري. نرجع ونقول ماكو احسن من الباصات. لازم اسوي لها ثاني كريمه ثانيه. لازم اسوي لها كريمه ثانيه. هذه الكريمه راح تكون متكونه طبعا لين الشوفان. ده تشوفوها هنا. ويلي على الشوفان. ويلي على الموز. الشوفان من الاشياء المهمه به انه لازم نقطعها شويه حذاري بالتقطيع. لانه ممكن تفرط عندك. ممكن تتفلش. اوه الله 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 الله. شوف شوف شوف. انا ما اكذب. تتفلش. ليش تتفلش؟ لانه شوفان مو طحين. زين. وانا مو من هذا اخبط الطحين وياها. مستحيل انا اخبط الطحين وياها. ما يصحش. شل ده من ده يرتاح ده عنده. خلي لك هذه هنا علامة الجودة. تمام. بعد ما تخلي الكيك كله بهذا الشكل ايامك سعيدة ولطيفة ولذيذة. طبعا اكيد تقدر تخلون عليها شوية التصوص. الحلو انه ممكن تخلون عليها ايضا شنو يعني الكريمة. هذه شوكولا
هذه اختياريه حسب الرغبه يعني. الله الله الله، شوي اتركها تبرد وبعدين اصفقها وجيم يطلع بالنودلز. حمص اليوم ما ساعدتني بموضوع ايش اسمه القطار. ايه مهم، هسه انت فهمتني، هسه انت فهمتني. مهم مهم، هذا الموضوع مهم. اكو اشياء مهمة بيها والله العظيم. الموز قلت لكم انه بيها كريمة هي على الوجه، هاي اختيارية بكيفكم يعني، هو باودر الكاكاو وغيره ما يحتاج. اذا الجو حار ها تقدرون شو تخلوا لها؟ تخلوا لها ايس كريم، بالايس كريم طيبه. شفتوا ايش قد خفيفه؟ كلش خفيفه تصير. خفيفه ليش؟ لانه شوفان، شوفان يخليها تكون خفيفه جدا. البروكلي صار جاهز. وعلى بروكلي وديني، لا لا لا، وعلى بروكلي وديني، لا جيمي لا. شوفوا هذا اكو. الو الو، مرحبا مرحبا، شلون صحة عيوني انت؟ الحمد لله. شو التهينا، تعذرينا شوي التهينا بالشوفون والهذا، وامريني عيوني. ما يمر علي طالب، قولي لنا شنو الوصفة الطبخة؟ بس اقدر اوصل العجينة مالت البيتزا كل ما يعني اسويها تنجح عندي. سهلة سهلة، تامرين امر، تامرين امر، دللي واحلى عجينة بيتزا. بس خلينا نخلص من البروكلي، احلى بروكلي بالعالم. بارميزان 100% تخلوا له، طبعا يخبل يخبل حرفيا يخبل يعني، والله حرفيا يخبل. الله شنو الطعام، شنو الذوق والحب والوهان. يا سلام، احبك من اول نظره. لا هاي ثالث نظره، هاي مو اول نظره. احبك من ثاني نظره، من ثالث نظره. جيمي اقطع عليه اليوم، اطباقنا اطباقنا غريبه والله. بروكلي وحبشكلات، ختامه مسك اكيد بالعصير، والعصير سهل وبسيط واذن سريع. لكن خلينا نشوف كيفك. عصيرنا اليوم فريش فريش، نعناع، عصير الليمون والزنجبيل. عندنا نعناع، انا غازي راح اسوي هذا. غازي يا غازي، غازي يا غازي، سوي غازي هذا يصير طيب، كلش طيب يصير اذا غازي. تمام، بس خلصوا بالصودا ما طلع الاعلان مالته. تمام، اطلع بالحبشكلات. هذا البروكلي قلت لكم عليه، سهل جدا وبسيط وايضا سريع، مقاديره حلوه كلش. الان لما نريد نسوي عصير، اول شغله هذه الماده، هذه الماده كلش قويه. شنو هي؟ اللي هي الزنجبيل. وراح اخلي كميه من عنده، خليت هلقد بس. اجيب الليمون مثل ما هو، اجيب النعناع 100%، خلينا النعناع، خلي الماعون بعد، راح اخليه لشنو؟ راح اخليه لثلج. بعد اجيب مشروب غازي. بعد ما خليت هذه المكونات اخلطها سويه. مهم جدا المشروب الغازي، كلش مهم.
جيب العسل وعسل يا عسل حبيبي يا عسل عسل يا عسل سويت لك كمين هاي حبيبي يا عسل عسل يا عسل حبيبي يا عسل وعسل يا عسل حبيبي يا عسل عسل يا عسل حبيبي يا عسل وعسل يا عسل حبيبي يا عسل الله اي شيء بعد تخلون كافي ابدا لا ملح ولا غيره ولا سوالف هذا كلش انت يكون ناعم كلش يكون ناعم حتى نخلص من الزوائد تكون موجوده وين تكون موجوده اكيد بال شو اسمه النعناع شنو سوينا اليوم سوينا نودلز خرافي سوينا بروكلي مشوي بالبارميزان واكيد ختمنا بالكيكه كيكه الشوفان بالراشي بس باوع باوع باع باع اي شوف 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 على راحتك على راحتك على راحتك على راحتك وعلى راحتك وعلى اقلي اقلي من مهلك معيب يا عيني نجي نصب العصير ممكن تصفوه ممكن لا دايركت هذا مو موهيتو هذا شنو مو موهيتو هذا شنو هذا هذا عصير خرافي زنجبيل وليمون وعيش ايامك بحب وحنيه تمام هذا اللي يصيح لاني هسه مال وقت هسه مال وقت هسه ليش هذا خرافي انتعاش يخبل لازم تخلوه هيك الله 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 على البروكلي وريحة البروكلي الله على النولدز البسيط السهل أيضا السريع والكيكة هاي اللي تفرط فرط طبعا كل مشاهدين الأحبة اليوم الأطباق جدا سهلة جدا بسيطة جدا سريعة من أول طبخة لحد آخر طبخة أطباق حلوة صحية ذكية مهمة جدا هذه النولدز ممكن تقدموه بهالطريقة هذه راح تكون كلش جيد هنا وأيضا تكون وجبة صحية نقدر نستثمرها أيضا لأطفالنا وخاصة الناس هو حتى مو الاطفال حتى المراهقين وكلهم كل تحب النودلز الكل تحب النودلز ما اعرف ليش يعني شنو ربط النودلز بعد ال 12 بالليل ما ادري شنو السبب لانه اسرع شيء مثلا يعني والكيكه هذه الخفيفه الله شلون كيكه بس باب شلون كيكه بس باب 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 با. يا سلام وهنا انا العشق هنا انا العشق يا اخي مشاهدين الاحبه اشوفكم ان شاء الله بخير باكلات وطبخات جديده حلوه خفيفه حلوه سريعه حلوه لطيفه مني انا شيف خالد من الف عافيه اقول لكم باي باي باي, باي.